تماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في رأس الخيمة وتنفيذاً لتوجيهاتها الحكيمة، وضعنا خططاً طموحة لاستشراف المستقبل، وعملنا بروح الفريق الواحد لنصنع قصة نجاح فريدة أساسها الإنجاز وهدفها تعزيز المكانة الرائدة لإمارتنا الحبيبة وتفعيل مساهماتها في مسيرة التطوير الشاملة في دولة الإمارات. وها نحن اليوم نحيي ذكرى 10 أعوام من النهضة العمرانية والنمو السياحي والاقتصادي، 10 أعوام من السعي المستمر لتعزيز حضور رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. عشرة أعوام من الجهود الدؤوبة لتطوير منظومة العمل الحكومي وإنجاز التحول الرقمي الإلكتروني. 10 أعوام من الاستثمار في تطوير الموارد البشرية باعتبارها الأولوية القصوى والعنصر الأهم في خطط التنمية الوطنية. 10 أعوام من الارتقاء بالتعليم والصحة وتوفير الحياة الرغيدة لسكان الإمارة. 10 أعوام ورأس الخيمة واحة غناء يرفل أبناؤها وزوارها بنعمة الأمن والاستقرار. 10 أعوام أثبتنا من خلالها أن التاريخ يقاس بالإنجازات، وأن الزمن هو مجرد شاهد على إرادتنا القوية في تخطي المستحيل. بعد مرور 10 سنوات على تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة، شهدت رأس الخيمة قفزات كبيرة في مجال الاقتصاد، حيث نما الاقتصاد إلى الضعف نتيجة لاهتمام صاحب السمو بالإنسان وبالمجتمع. تم افتتاح 2 جامعة وكلية، البنك الدولي أجرى مسح استقصاء لمقارنة إمارة رأس الخيمة مع بقية الدول. في العام 2016 كان الرقم 45 يعني على مستوى العالم، بينما في العام 2019 يعني نزل الرقم إلى 30. هذا يدل على أن الإمارة يعني عملت جهد كبير في سبيل توفير الراحة والأمان والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجيدة المدعومة من الحكومة لكل المستثمرين. أن إمارة رأس الخيمة حافظت على التصنيف الحكومي الائتماني على مدى 12 سنة على ما يسمى بالتصنيف A من قبل ستاندرد أند بورز وفيتش، وهذه شركات عالمية. غرفة تجارة رأس الخيمة والتي تعتبر ثاني أقدم غرفة في دولة الإمارات صارت فيها طفرة حقيقة خلال 10 سنوات الماضية. تضاعف فيها عدد الشركات إلى 200%، وتضاعف فيها حجم الاقتصاد في رأس الخيمة إلى أكثر عن 830%، بالإضافة إلى زيادة في حجم التصدير من رأس الخيمة لأكثر من 241% من خلال إصدار أكثر عن 440,000 شهادة منشأ خلال 10 سنوات الماضية. رأس الخيمة تحتضن اليوم أكثر عن 6,000 مصنع، كما تحتضن الغرفة عدة مبادرات ومنها مركز رأس الخيمة للمعارض ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والتي تحتضن خلال فترة 10 سنوات الماضية أكثر عن 1,000 شركة وأكثر عن 2,000 مشروع أو مبادرة بدرت من أبناء المواطنين في رأس الخيمة. قد نما اقتصاد رأس الخيمة بشكل جيد خلال 10 سنوات السابقة، وقد نمت الرخص التجارية في الإمارة بنسبة 56% خلال هذه 10 سنوات. لقد بلغت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد رأس الخيمة بما يمثل 35% من الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة. كما تتمتع إمارة رأس الخيمة بقوة تصديرية، حيث أن لها علاقات تجارية مع 168 دولة، مثلت دول الخليج العربي 30% من هذه الحصة والبقية للدول الأخرى في العالم.
شهدت إمارة رأس الخيمة خلال العشر سنوات السابقة نمو في الرخص التجارية بمعدل 56% من إجمالي الرخص التجارية. تتمتع رأس الخيمة بتصنيف ائتماني عالي مكنها بأن تكون كذلك لاعبا دوليا في مجالات الاستثمار والاستقطاب إلى إمارة رأس الخيمة. من أولويات سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إعطاء الأولوية للشباب المواطن وتمكينهم من الممارسة والمشاركة في الاقتصاد الوطني. قامت المؤسسة بتنظيم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتوعوية بلغت حوالي 2600 مستفيد في خلال العشر سنوات السابقة. وكذلك في العشر سنوات الأخيرة قدمت مؤسسة ما يزيد عن 2000 استشارة في ريادة الأعمال، واستفاد فيه كثير من الشباب لبدء أنشطتهم. المؤسسة وحكومة رأس الخيمة قامت برفع الكاهل عنهم بعملية تخصص لهم الأراضي لبناء مشاريعهم الخاصة. بلغ عدد المشاريع مؤسسة سعود بن صقر في خلال الفترة عشر سنوات السابقة عدد حوالي 1228 مشروع. Under the leadership and vision of His Highness Sheikh Saud bin Saqr al-Qasimi, Supreme Council member and ruler of Ras Al Khaimah, RAKIS has played a critical role in creating the right ecosystem for investors and our current clients that come from 100 different countries in over 50 different sectors and invest in Ras Al Khaimah. Today, RAKIS is a major powerhouse, attracting investors from all over the world. It has created a thriving ecosystem for SMEs and manufacturers and traders under a make, manage, and move hub where we provide cost-effective services, digitized end-to-end ability and accessibility for our customers to conduct their transactions across all government departments. At RAKBank, we continue to play an integral role in the future of our home emirate and the UAE in general. RAKBank has grown and transformed into a leading financial institution that we can now proudly state capably serves every element of customer in the UAE. Right from the smallest corporate to the largest corporate, to blue-collar workers, and basically everyone. We've also spread our wings internationally to grow and develop our financial institutions across the globe, where RAKBank's name is now recognised globally. We also are very proud of the fact that we are the UAE's largest small bank, and SMEs play such a huge part of the UAE and the Ras Al Khaimah. RAKBank is a testament to His Highness's leadership. His approach to let institutions grow and develop unbridled by bureaucracy and unnecessary constraints, and his continued desire for us to innovate and do things differently from the competition. I believe that with his strong leadership, Ras Al Khaimah and RAKBank will continue to grow and thrive economically in the next 10 years. RAKICC is a world-class international corporate registry providing solutions for both businesses, whether they're small or large, or individuals from all parts of the world who are looking for solutions, whether they're for asset protection or family, wealth planning, etc. Today, RAKICC is one of the most successful and fastest growing registries in the world. This flight to quality, this journey to excellence, has been driven by orders, directions, and the pushing and supporting of His Highness Sheikh Saud. So this has come from the highest level, as he wanted RAKICC and the Emirate of Ras Al Khaimah to become a world-class jurisdiction with the highest standards of governance, compliance, and regulations. Ras Al Khaimah is well and truly on the map because we have a holistic offer and complementary set of solutions combining onshore, offshore and free zone in a world-class jurisdiction. اهتم سموه بتطوير العمل الجمركي
إحساسا منه بأن الأمن للمجتمع هو جزء لا يتجزأ. تم دعم الدائرة بكافة طلبات التي تقدم. التطور لم يشمل دائرة الجمارك فقط، وإنما شمل كافة أنحاء الإمارة وكافة دول الإمارة. العنصر البشري كان محور العمل في هذه الدائرة. تم تطوير العنصر البشري من حيث الكم والنوعية. العدد كان في عام قبل 10 سنوات ما يزيد عن 16 شخص، الآن أصبح العدد يفوق 400 شخص. كذلك كانت هناك مراكز جمركية 3، والآن أصبح لدينا 12 مركز جمركي متوزعة على كافة أنحاء الإمارة. هناك أيضا أنشأنا مركز تدريب جمركي مختص في دائرة الجمارك، يقوم بتدريب كافة العناصر الجمركية في الإمارة وحتى من خارج الإمارة. خلال فترة تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، تم إنجاز حماية وتسوير أكثر من 20 كيلومتر من المواقع الأثرية على مستوى إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 9000 قطعة أثرية في المخازن والمقتنيات الأثرية في الإمارة. أيضا توجيه سموه بإعادة ترميم وتفعيل قرية الجزيرة الحمراء القديمة الأثرية، والتي تعتبر هي آخر القرى البحرية اللي موجودة في على مستوى دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الخليج. الإنجاز الكبير اللي تم خلال الفترة الماضية بتسجيل 4 مواقع أثرية في إمارة رأس الخيمة ضمن القائمة التمهيدية لمنظمة اليونسكو، وهذا الإنجاز الكبير الذي يحسب لإمارة رأس الخيمة، حيث أنه أكبر عدد من المواقع الأثرية التي يتم تسجيلها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القائمة. Over the last 10 years, Ras Al Khaimah has emerged to become one of the most exciting tourist destinations in the region, offering a diverse array of products from our 6,500 hotel room keys to our numerous attractions, including the Jebel Jais flight with the longest zip line in the world, 1484, the highest restaurant in the UAE, and many, many multiple attractions from the desert to the 64 kilometers of beachfront, and to Jebel Jais, our highest mountain in the UAE. Under the patronage of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, we were able to transform this destination from an industrial emirate to become a true tourist hub, being the number one choice for both domestic travelers and also being able to welcome over 1 million travelers and tourists into our destination. 2020 was the year that Ras Al Khaimah was chosen as the Gulf Tourism Capital, which is a big accomplishment for us as a young developing destination. And to see how this city has transformed with our luxury hotel products, to our beach camps, to our glamping options, and everything that we've developed in Al Hamra, Marjan, Min Al Arab, and all of the attractions that we have, this has really been a wonderful accomplishment. So 2013 saw the formation of RAC National Hotels, and this company was established for the purpose of acquiring and consolidating hotels and resorts under the RAC government entities and delivering the vision of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi. We built on the success of RAC National Hotels and increase the vision for the hospitality sector to really complement the hotels and bring in asset management subsidiaries, restaurants, leisure, staff accommodation and transportation, and guest tours and excursions. This was really the second stage to hospitality across Ras Al Khaimah, and bringing together all of the elements of hospitality, both for tourists and for residents alike. One of our key focuses within RAC Hospitality has really to be bringing new markets, new demographics and new customers to Ras Al Khaimah. And we've tried to grow our portfolio
with the Hiltons, Ritz-Carlton and Rixos to make sure that we are bringing in new markets that have never come to Ras Al Khaimah before and to see Ras Al Khaimah as a destination in its own right. رأس الخيمة العقارية تأسست بتوجيهات ومتابعة شخصية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في العام 2005. ارتأينا أن نبدأ ببرج سكني تجاري على أساس نستقطب المستثمرين ونستقطب رجال الأعمال اللي يرغبون في الاستثمار في إمارة رأس الخيمة، وتمكننا من فضل الله من إنشاء البرج. هذا جعل من هذا البرج يعني علامة بارزة تفخر فيها إمارة رأس الخيمة، أتاح لرجال الأعمال والمستثمرين بيئة عمل راقية المستوى، يستطيع التاجر أن يمارس أعماله بكل أريحية وبكل بساطة، وذلك بدعم من كذلك الحكومة. ومن العرب الذي استطاع أن يكون علامة مميزة من علامات إمارة رأس الخيمة، واللي يعتبر من أفضل الأماكن اللي موجودة في إمارة رأس خيمة، والتي استقطبت العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين أتوا لرأس الخيمة من أجل الاستجمام، من أجل الاستقرار، من أجل الاستثمار، من أجل العمل. فكان بالنسبة لهم مكان مميز استطاعوا أن يستثمرون فيه، وكذلك تمكنوا من فضل الله تعالى أنهم أيضا يشجعون الآخرين أنهم يأتون إلى إمارة رأس الخيمة ويستقرون في هذا المكان. 10 سنوات من التميز، من العطاء، من الابتكار في كافة المستويات وفي شتى المجالات، أضحت خلالها إمارة رأس الخيمة وجهة للمستثمرين وقبلة للزائرين. تتبعثر الكلمات وتتلاشى الأفكار أمام حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي استمد رؤيته من تضاريس إمارة رأس الخيمة فأطلت مرجان تبني من وحي المكان. 10 سنوات اكتملت خلالها عقد بناء جزيرة المرجان، 35 مليون متر مكعب من الصخور والرمال، رسمت أعجوبة هندسية فريدة على إمارة رأس الخيمة، أضحت من خلالها وجهة للسياح لتصل إلى ما يقارب 1 مليون زائر خلال الفترة الماضية. 10 سنوات سجلت خلالها إمارة رأس الخيمة 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس خلال احتفالاتها ببداية العام الجديد خلال السنوات الماضية. 10 سنوات من العطاء أثمرت من خلالها تحويل جزيرة المرجان لوجهة استثمارية مميزة. 10 سنوات اكتمل خلالها بناء المنتجعات الشاطئية في جزيرة المرجان التي وصلت بها نسبة الإشغال لمعدلات عالمية قياسية تصل إلى 85%. Our mandate as Alhambra Group was to transform the real estate sector and position the Emirate as the place to live, work, enjoy, raise a family, and get good returns on real estate investments. We have gone about that in the last decade. We have delivered assets ranging from the most iconic, like the World of Astoria Rack, to the most boutique, like the Ritz-Carlton Alhambra Beach, to the most useful, like our district cooling plant. We are pleased to be a significant contributor to the retail, hospitality, and the residential space in RAK. Alhambra today owns and manages 50% of all organized retail in the Emirate through our malls. We own 20% of all beachfront hotel rooms in RAK. We also have delivered the first and the largest gated residential community in RAK. We also own 1 of 2 golf courses in the Emirate, and also the only permanent marina in RAK. We remain committed to delivering consistent and continuous growth numbers in the tourism, retail, and residential segments of real estate, and thereby continuing to contribute to the vision of the ruler. On behalf of the Alhambra family, we want to thank him for his leadership and wish him a long life and continued success as he leads us into the next decade. Thank you.
أولى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة حفظه الله اهتماما كبيرا بتنمية رأس المال البشري، فمن خلال دائرة الموارد البشرية تم تمكين المرأة العاملة ورعايتها، وذلك من خلال عدة قرارات وتوجيهات من سموه، وتم إتاحة فرص توظيفية كبيرة ومزايا متكافئة للمرأة العاملة، وتم تعيين المرأة في مناصب قيادية وإشرافية، والآن عندنا على المستوى الإشرافي وكذلك على مستوى الإدارة الوسطى 60% من القيادات هي قيادات نسائية، وتم تهيئة بيئة العمل لتكون أكثر مرونة لاستيعاب احتياجات الموظفات الأمهات، وتم إقرار كذلك العمل عن بعد، وتم إدخال أحدث وأرقى الأنظمة الإلكترونية في إدارة رأس المال البشري، ونحن في حكومة رأس الخيمة نستخدم نظام الساب العالمي، وهو يعتبر نظام رائد جدا في إدارة رأس المال البشري وتقديم الخدمات الذاتية للموظفين. تم استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة من خبراء ومستشارين وأخصائيين من الخارج للعمل على نقل التجارب المميزة وتطوير المواطنين لاكتساب الخبرات اللازمة، وهناك أنظمة متطورة جدا لقياس الأداء والإنتاجية في العمل من أجل أن تكون الحكومة فعلا حكومة ذات كفاءة عالية وقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها. تأسست هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بمباركة ودعم من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في عام 2015. كذلك تدير الهيئة مجمع حفظ الآليات بمنطقة السعدي الذي يتسع العدد 15,000 مركبة، مما يجعله الأكبر على مستوى الدولة. كما تدير الهيئة عدداً من الشراكات الهامة جداً مع مؤسسات عريقة بالدولة، منها مؤسسة إينوك للتسجيل، حيث تم إنشاء أكبر محطة فحص مركبات في الدولة، وتم فحص 166,000 مركبة خفيفة. تمكنت الهيئة من عقد 5 مؤتمرات علمية عالمية خلال 10 سنوات بمعدل مؤتمر كل سنتين، ووفقنا كذلك في هذه 10 سنوات بأن في إمارة رأس الخيمة أصبحت في محمية المزاحمي اللي هي معنية بالأراضي الرطبة ومعنية بالحيوانات مثل السلاحف البحرية والطيور المهاجرة. ما يخص الكهوف البحرية لعددها 1,000 كهف من الكهوف هذه البحرية على سواحل الإمارة في 6 مناطق مختلفة، وكانت بتوجيهات حكومة رأس الخيمة إنها تساهم في إسعاد الصيادين بزيادة محاصيل الصيد عندهم. كذلك خلال 10 سنوات اللي مرت تم إنشاء مختبر متخصص بيئي في الهيئة معني بالدراسات البيئية، وهذا المختبر حصل على شهادة الآيزو 9001، والحمد لله نشرنا قرابة 12 بحث علمي متخصص في مجلات علمية عالمية. القطاع الصناعي عندنا في الإمارة هو متميز ومحافظ على البيئة. كان هناك اهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالبيئة المحلية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة أطلقت الدائرة دوريات راقب التي تعني بالمحافظة على البيئة وتطبيق قانون النظافة العامة. الدوريات هذه بلغ عددها مؤخراً إلى 30 دورية تجول جميع أنحاء الإمارة شمالها وجنوبها، ومن ضمن المشاريع التي أنجزتها الدائرة طريق جبل جيس على امتداد 36 كيلومتر إلى أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الوجهة السياحية المحلية والعالمية. ومن ضمن الإنجازات الأخرى افتتاح أكبر مصنع لفرز النفايات في إمارة رأس الخيمة وبسعة 600 طن يوميا. الدائرة اهتمت بإطلاق أول خريطة مسح نباتي للإمارة، تشجير شارع الشهداء في إمارة رأس الخيمة أيضا حظي اهتمام من رئيس الدائرة الله يحفظه، وإن شاء الله نعدكم بالمزيد من الإنجازات في الفترة القادمة، وترقبوا التحول الذكي في خدماتنا المميزة إن شاء الله.
استراتيجية رأس الخيمة وضعت برؤية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة حفظه الله، كما أبدى سموه اهتمام كبير بعملية إسكان المواطنين على مستوى الإمارة من خلال التعاون مع جميع الجهات الممولة لهذه البرامج، حيث تم تسوية ما يقارب 16 مليون متر مربع في منطقة الرفاعة و5 مليون و200 قدم مربع في مدينة محمد بن زايد. من أهم المشاريع التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية هي تطوير منظومة نظم المعلومات الجغرافية، حيث تم إطلاق مشروع البنية التحتية المكانية لحكومة رأس الخيمة، كذلك البوابة المكانية لحكومة رأس الخيمة، الخارطة الحرارية، ربط المباني القائمة بمنظومة المعلومات الجغرافية، ربط السجل العقاري بمنظومة المعلومات الجغرافية، تحويل المخطط العام للإمارة من الأوتوكاد إلى نظام المعلومات الجغرافية. تم استحداث قطاع الإطلاق والطاقة المتجددة تحت مظلة بلدية رأس الخيمة، وتم وضع استراتيجية لهذا القطاع تتكون من 9 برامج، وأهم هذه المشاريع مشروع بارجيل، وهو أول لائحة للمباني الخضراء على مستوى الإمارة، وتم تنفيذها بشكل إلزامي اعتبارا من فبراير 2020، وتم ما يقارب إصدار 800 رخصة بناء بنهاية أغسطس 2020. العشر سنوات اللي مضت شهدت إمارة رأس الخيمة قفزات نوعية في الاقتصاد، في العمران، في السياحة، في العمل الحكومي. في أول لقاء مع سموه وجهني بتكون الحكومة الإلكترونية حكومة في متناول الجميع، خدمات متوفرة عن طريق الموبايل. استطعنا الحمد لله ربط جميع الدوائر المحلية بأحدث أنظمة التقنيات الموجودة على مستوى العالم، كذلك استطعنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفرق العمل إطلاق بوابة حكومة رأس الخيمة، أثرينا المحتوى بمعلومات وبيانات تساعد المواطن والمقيم والمستثمر على الحصول على المعلومة، وإضافة 700 خدمة تخدم هذه الشرائح. تم إطلاق 48 خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة، وبتوجيهات القيادة تم ربط جميع دوائر حكومة رأس الخيمة. الشيخ سعود بن صقر القاسمي أمر بتأسيس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية عام 2015 كأول مؤسسة مختصة في التعليم الخيري على مستوى الدولة، ليصبح هذا الصرح ملاذاً للتعليم المجاني بكرم من سموه، ليستفيد من هذا التعليم 46,382 طالب وطالبة، وحرصاً من سموه حفظه الله على تدعيم أسس الابتكار والموهبة، وجهه بتأسيس صرح نوعي آخر يضاف لإنجازات الإمارة المتميزة هو أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، لتكون رافداً من روافد المؤسسة وحاضنة للابتكار والمواهب، لتسطر في سجل إنجازاتها دعم عدد 152 طالب مبدع وموهوب و2096 مستفيد من في بيئة ابتكارية، وتنفيذ 182 برنامج وورش تدريبية في شتى المجالات العلمية، كما تم افتتاح مكتبة زايد والتي تضم 6 منصات إلكترونية بمراجع وكتب متنوعة. إنجازات وعطايا تتوالى يوماً بعد الآخر ليصل دعم سموه رعاه الله لذوي الهمم، حيث وجه سموه بتدشين مركز رأس الخيمة للتوحد، والذي يعد إضافة نوعية للإمارة في تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية وتدخل مبكر للأطفال التوحد للمواطنين والمقيمين بمواصفات عالية الجودة. وإننا لنؤكد بأننا نجدد العهد وسنبقى دوماً على الولاء والانتماء والإخلاص لسموكم ولوطننا الحبيب. طوال العقد الماضي تجسدت رؤى الحكومة في إمارة رأس الخيمة من خلال ما حققته منظومة المدرسة الإماراتية، التي ترتكز على إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم في الدولة. وتجلت رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة لقطاع التعليم
حيث بلغ عدد المدارس الحكومية في إمارة رأس الخيمة 76 مدرسة. يولي صاحب السمو الحاكم اهتماماً كبيراً بمخرجات جودة التعليم في المدارس الخاصة من خلال منح تراخيص المنشآت التعليمية التي بلغت حتى الآن 33 مدرسة تقدم مناهج مختلفة مثل منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأجنبي والمنهاج الآسيوي الذي يتواءم مع تنوع الثقافات المختلفة في إمارة رأس الخيمة والتي أثمرت في حصول مدرسة الرمس الحلقة الأولى على لقب المدرسة المتميزة في مسابقة تحدي القراءة العربي. His Highness Sheikh Saud was, you know, keen on having a university in Ras Al Khaimah, and that's how AURAQ was born in April 2009. In fact, the university through the last 10 years has went through tremendous development from a small university with students that does not exceed 100 to right now we have more than 1,000 students. Graduates right now we have more than 1,000 graduates and they constitute our alumni. In addition to that, the university's programs have increased from 4 to right now 26 programs. There was no graduate any master level degree or program. Today we have 6 master degree programs. Even the campus itself, it was a very small campus. Today we have state-of-the-art buildings. We have research centers today. We have the RACREC in Al Hamra. We have the ICONET. And out of the ICONET, we have the Space Lab, which recently everybody has heard about the satellite that was launched on the 28th of September. The university, you know, was a dream and in the minds of every Ras Al Khaimah national or resident, and this dream has come true because of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi's determination, vision and determination that a university should be developed in Ras Al Khaimah. نستقبل هذه الذكرى لنعرف فيها عن عميق إخلاصنا وامتناننا جميعا لما حظينا به من اهتمام ورعاية ساهمت في تقدم القطاع الصحي برأس الخيمة وتحقيق الإنجازات، ومنها حصول مستشفيات رأس الخيمة وعددها 5 مستشفيات و15 مركز صحي على الاعتماد الدولي خلال العام الماضي، بالإضافة لافتتاح مستشفى شعم. وتمثلت إنجازات سموه بالعديد من المبادرات في كافة المجالات التنموية والاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية. وقد توجت هذه المسيرة المباركة بإنجازات حققت وفق رؤية وإدراك من سموه بالاستثمار في صحة الإنسان والعقول البشرية لبناء شعب قادر على استكمال مسيرة التقدم والتنمية. It's almost 15 years now that RAQ Hospital is operational. And it's a good example of vision, mission, and objectives achieved. His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, our principal, gave us the mandate to create a benchmarked quality healthcare destination and combine this with the best possible standards of hospitality. We were 5 doctors. Nowadays, we are far more than 70, 75 doctors on board. And I still remember the day where we were crossing 100 patients in the outpatient department. That was after almost a year. Nowadays, we see 800 to 900 patients every day in our outpatient departments. It is a scalable model which we designed such that it would cater to the needs first of the local population and then to the regional population. And nowadays, who would have thought that 15 years back, RAQ Hospital is catering to needs of international patients coming as far as from Africa for
high-end operations and procedures. عمل برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في تطوير الخدمات في حكومة رأس الخيمة، وذلك من خلال رفع معدل سعادة المتعاملين إلى 86% وحصول 8 مراكز سعادة متعاملين في الحكومة على تصنيف 4 نجوم في تقييم النظام العالمي لتصنيف النجوم، كما وصل معدل الجهات الحكومية في تقارير المتسوق السري إلى 88% وهي مرحلة النضوج والريادة حسب المقياس العالمي. وكذلك تم إعداد منصة متكاملة لمعلومات الخدمات تسمح بتحليل البيانات وتوثق 420 خدمة رئيسية وتكميلية ل 17 جهة حكومية وتقدم تجربة رائدة للمتعاملين. عمل برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي على اعتماد 17 خطة استراتيجية لمختلف الجهات الحكومية والتأكد من توائمها وتوازيها مع رؤية رأس الخيمة 2030، ويتم حاليا متابعة أكثر من 4400 مؤشر أداء، في حين لم تكن أي من الجهات الحكومية تعتمد على أي مؤشرات أداء في السابق. وفي مجال التدريب والتطوير تم تقديم حوالي 270 برنامج تدريبي لأكثر من 3000 موظف في حكومة رأس الخيمة لتمكينهم من التعامل مع مختلف جوانب ومتطلبات التميز، سواء كان في الاستراتيجية وإدارة الأداء وإدارة المشاريع وغيرها من الموضوعات. وكذلك تم تطوير أنظمة على مستوى الحكومة لتقديم الشكاوى من المجتمع والمقترحات المجتمعية للمساهمة في عملية التطوير الحكومي المستمر. In the last 10 years, the foundation has really grown in a phenomenal way. We started with one employee, and today we are 35. We started the RAC Teachers Network in 2009. We had approximately 24 teachers at that time. Today, we have nearly 2,000 teachers on the Ras Al Khaimah Teachers Network, which is an online portal to help bring teachers together. And that is really that was our first milestone. But since then, the Al Qasimi Foundation has been privileged to be a part of the community development in Ras Al Khaimah and in the UAE more generally. In particular, we've done a lot of work in education, research and policy. Some of that includes work on boys and disadvantage, quality of education. More recently, we've done work on father involvement. Recommendations from the Father Involvement Study include providing paternity leave and not just maternity leave in order to facilitate a greater involvement of fathers in their children's lives. In addition to education, we've also been very involved in the arts in the past 10 years. Nearly 10 years ago, we launched the Ras Al Khaimah Fine Arts Festival. We started in the Ras Al Khaimah Museum. We had about 30 artists, and today we have over 110 artists. We have 13,000 visitors, and we host the festival in the open-air historic village of Al-Jazirat Al-Hamra. And this has been an amazing achievement that has brought together the arts community, not just in Ras Al Khaimah, but also in the UAE, and connected us with the arts community globally. The past 10 years for the Al Qasimi Foundation has really been a journey of growth. We've grown in numbers, we've grown in scope, but I think one thing that remains the same, that we remain focused wholly and solely on developing the community of Ras Al Khaimah, on being a foundation that is truly rooted and grounded in the community it serves and the people that we work with. بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حفظه الله ورعاه، تأسيس مركز أمان لإيواء النساء والأطفال برأس الخيمة في عام 2017 تزامنا مع عام الخير، والذي يعتبر تجسيدا للاستراتيجية التي يؤمن بها سموه لتكون منصة إنسانية لضحايا العنف الأسري والإتجار بالبشر، والعمل على إعادة وتأهيل ودمجهم في المجتمع بشكل يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. إذ ما حققه المركز خلال فترة قصيرة لا يدعو للاعتزاز: الانضمام إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الانضمام إلى لجنة الحضانة، تنظيم مؤتمرين دوليين بدعم وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. شهدت هيئة الإذاعة في رأس الخيمة تطوراً كبيراً في جميع المجالات والمراحل، حيث تم إطلاق عدة إذاعات بمختلف اللغات،
وتم الانتقال كذلك إلى المبنى الجديد لهيئة الإذاعة هنا في مدينة رأس الخيمة الإعلامية. كذلك تم توفير أحدث الأجهزة والاستديوهات الإذاعية لمواكبة طبعا الإذاعات العالمية. الإذاعة لعبت دور كبير في تطوير البرامج وإيصال الرسالة الإعلامية الهادفة لمختلف شرائح المجتمع. كذلك إطلاق المنصات الذكية والتطبيقات الذكية لهيئة الإذاعة في رأس خيمة، وطبعا لإيصال صوت وصورة الإذاعة في رأس خيمة إلى مختلف دول العالم والمتابعين لها أينما كانوا. الحمد لله اليوم إذاعة رأس خيمة تمتلك الكثير من المحطات الإذاعية، الكثير من المنصات الإعلامية سواء التواصل الاجتماعي وغيره، وكذلك هناك الهدف كله يأتي لتقديم الرسالة الإعلامية الهادفة لخدمة الوطن ولخدمة المجتمع. شهدت دائرة الطيران المدني برأس الخيمة فترة ذهبية لها بصمات. شهد المطار ارتفاع في عدد الرحلات المجدولة والغير مجدولة والشارتر، وازدياد مطرد في عدد الركاب. استقبل المطار شركة الطيران العربية، وهي شركة وطنية من الطراز الأول، شركة أضافت إضافة كبيرة لمطار رأس الخيمة. كذلك استقبلنا كثير من رحلات الخطوط الدولية التي رفعت من نسبة التشغيل في المطار إلى 70-80%. تم استقطاب شركة من أشهر شركات جمهورية الهند وهي سبايس جيت، وهذه تعتبر إضافة كبيرة للمطار. تأسست هيئة رأس الخيمة للمواصلات في عام 2007، حيث قامت الهيئة بإصدار التشريعات والسياسات واللوائح المنظمة لقطاع النقل والمواصلات في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات لرفع مستوى جودة الحياة في الإمارة. وفرت الهيئة خدمة النقل العام بالحافلات داخل إمارة رأس الخيمة وبين إمارة رأس الخيمة والإمارات الأخرى، حيث نفذت الهيئة أكثر من 1.5 مليون رحلة بالحافلات، ونقلت من خلالها أكثر من 7 مليون راكب. واكبت الهيئة التطورات وتطلعات الحكومية من خلال توفير 60% من أسطولها كأسطول صديق للبيئة وأسطول هجين. وفرت الهيئة خدمة حجز حافلات النقل العام الداخلي وعبر المدن من خلال تطبيق راكبص الريادي والأول من نوعه في دولة الإمارات. وكانت إمارة رأس الخيمة من أوائل الإمارات التي وفرت تطبيق العالمي كريم. كما نؤكد دور هيئة رأس الخيمة للمواصلات في تحقيق رؤية وتطلعات وتوجهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة، ونسعى دائما إلى تحقيق هذه الرؤية الثاقبة. We have expanded the capacity from 48 million tons to 80 million tons, which places us now as the 9th largest quarry operator in the world. We have not been able to achieve that without the support and continuous follow-up from His Highness Sheikh Saud bin Saqr al-Qasmi, Supreme Council member and ruler of Ras al-Khaimah. We are honored and pleased to report that we have expanded our markets to include local market, Gulf countries, regional markets in Europe and in Asia, and we're working on adding new markets in the near future. The main drivers behind this was economies of scale. We used larger trucks and excavators. We have expanded our reserves. We have increased the capacity of our crushing plants in order for us to capitalize on the economies of scales. We are a high volume, low value product. And in order for us to expand our revenue and our return on investment to our shareholders, we have put in an aggressive expansion program that almost taken us from 48 million to 80 million tons in the last 10 years.
I'm delighted to say that RAK Airport is strengthening its popularity as a travel hub for budget airlines, business voyagers, tourists, and as a cargo destination. It is stamping its position as the friendliest gateway to and from UAE, serving all kinds of travelers and transportation of cargo needs. In the recent unprecedented times of the pandemic, RAK Airport, along with the airline partner SpiceJet, has assisted the UAE government and Indian authorities conducting massive repatriation services. We have completed around 300 repatriation flights, reuniting almost 53,000 Indians with their families and loved ones back home. We are one of the airport hubs of Air Arabia in the UAE, and with our partnership, we provide connectivity to many destinations like Jeddah, Muscat, Dhaka, Kathmandu, Cairo, and multiple cities in Pakistan and more. Air Arabia has also resumed their scheduled operations after the travel restrictions have become a bit relaxed, and more destinations are to follow. RAK Airport is also a preferred cost-effective gateway for travelers wanting to visit Europe. Famous places like Prague, Luxembourg, Katowice, Warsaw, Poznan, Wrocław, and many other cities. Many airlines operate from Ras-Al Khaimah International Airport, including Air Arabia, Air India Express, Smartwings, Interair, Luxair, Pegasus, Ural Airlines, to name a few. In the last 10 years, the airport has grown leaps and bounds. We have added multiple passenger airlines, multiple freighter cargo carriers, and facilities for the passenger as well as the freight fraternity. Over the last 10 years, RAK Ports has doubled in size to where we are today, from around 35 million tonnes to around 70 million tonnes last year. The ports are facilitators of trade and economic multipliers. So a successful port is a catalyst for growth. And we're on the path to further improve our efficiencies and productivity to be we are the largest bulk port already in the Middle East, and we hope to extend markets further afield. But the ports are contributing significantly to the economic health of Ras-Al Khaimah, and with plans to sort of double in the next 10 years, it's an exciting journey ahead that all of us at the port are trying to accommodate. في مجال تعزيز هيكلية الجهاز التنفيذي للإمارة، أنشأ سموه المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2012. فمن ضمن الاختصاصات التي أنشأ من أجلها هذا المجلس إقرار مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، وكذلك إعداد مشروع الميزانية السنوية للإمارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها من صاحب السمو الحاكم، وإعداد الحساب الختامي لحكومة رأس الخيمة. ومن ضمن اختصاصات المجلس التي صدرت في القانون الإشراف على حسن سير تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات وإنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الإمارة إنشاؤها ومراقبة سير العمل فيها. ويضم المجلس التنفيذي في عضويته 14 عضوا يمثلون مختلف الجهات الحكومية، وتتبع المجلس لجان قطاعية هي اللجنة الاقتصادية ولجنة التحول الإلكتروني والذكي ولجنة الصحة العامة والبيئة. خلال مسيرة المجلس التنفيذي منذ إنشائه إلى اليوم تم عقد أكثر من 27 اجتماعا، وتم إصدار ما يقارب من 373 قرارا وتوصية، وعدد القوانين التي أقرها المجلس تقريبا يصل العدد إلى 21 قانون ولائحة تنفيذية. لقد شهدت دائرة التشريفات والضيافة في العشر السنوات الماضية العديد من الإنجازات والتطور المؤسسي الذي ساهم في دفع عجلة النهضة والتقدم من خلال تبني برامج التدريبية في فن التعامل مع الدبلوماسيين وصقل مجال التعامل الفعال في أفضل الأنظمة والإجراءات الدولية المتبعة للدبلوماسيين، وذلك لتحسين مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قيادتنا الرشيدة. تعمل دائرة التشريفات والضيافة كفريق واحد
في كافة الأنشطة والفعاليات المنموطة إليها بالتعاون مع الدوائر الحكومية في إمارة رأس الخيمة. هذا وستواصل دائرة التشريفات والضيافة كل ما لديها من خدمات لتحقيق رؤية وأهداف حكومة رأس الخيمة. شهدت إمارة رأس الخيمة منذ تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حفظه الله مقاليد الحكم في الإمارة نهضة شاملة وتطورا ملموسا في جميع الجوانب والمجالات بما فيها القطاع الإعلامي، وجاء تأسيس المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة عام 2018 تجسيد لرؤية صاحب السمو وقناعته الراسخة بدور الإعلام والتواصل وأهميته في التعريف بتراث وثقافة الإمارة ونقل صورتها الحضارية المشرقة للعالم. وقد استطعنا خلال فترة زمنية قياسية منذ انطلاقة المكتب تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، والتي يسرني أن أذكر بعضا منها بلغة الأرقام: زيادة ملحوظة في الأخبار الصادرة عن الإمارة بمعدل 3 أضعاف عما كان عليه الحال قبل 3 أعوام، وترافق ذلك مع زيادة في إجمالي قيمة التغطية الإعلامية بمعدل 30 ضعفا عما كان عليه الحال في 2017. وصول أخبار الإمارة إلى العالمية، حيث ارتفعت نسبة وصول المواد الإعلامية والأخبار الصحفية الخاصة برأس الخيمة محليا وعالميا بمعدل 20 ضعفا لتبلغ 567 مليون قراءة محتملة. وتم إطلاق العديد من الحملات الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي لرصد ثقافة وتراث الإمارة والتطور الاقتصادي فيها، ومنها حملة هل تعلم وحملة وجوه أماكن وغيرها. شكلت زيارة صاحب السمو حاكم الإمارة للمكتب الإعلامي مطلع هذا العام علامة فارقة في مسيرة عملنا، فكانت توجيهاته وكلماته الملهمة حافزاً لفريق عملنا لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز.